السلام عليكم. النهاردة فيديو مشتريات براند فور اس فور ليس سوري ده اونلاين، وجبت حاجات من ماكس. في جزء منها اونلاين وفي جزء منها من المحل من ستور. بس قبل ما نبدأ الهدوم عايزة افرجكم على حاجة. انا وريتكم دي قبل كده، الموقع ده كنت جايبة منه عدسات اللي هي دي اسمها بيلا، وكان اللون بتاعها اللي هو الالموند جراي، تمام. انا وكان معاها اللي هو اسمه ايه ده المحلول بتاعها، تمام. دي كنت جايباها ب125 درهم، تمام. فانا لقيت نفس البراند تقريبا اسمها بيلا، بس دي ناتشرال كولر. انا جبت منها البلو كولر بلو، دي كانت ارخص، يعني كانت دي 25 45 درهم، ودي كانت من سوق دوت كوم. صراحة انا ما استخدمتش ولا واحدة فيهم، بس وفي واحدة تانية هوريها لكم، بس العلبة بتاعتها انا فتحت كله طبعا لان ما قدرتش صراحة استنى، كنت عايزة اشوف الالوان بالظبط شكلها عامل ازاي. فده اللون الازرق او البلو، لونه كده يعني عامل في اللي هي التخطيطة او الناتشرال اي لوك، فيها الرسمة الطبيعية للعين، تمام. وهنا دي ماركة، دي كوري، دي كوري ودي كوري برضو، دي بيلا ودي بيلا، اوكي. دي الماركة دي بقى كانت اغلى شوية، اسمها فريش فريش لوك. دي ميد ان يو اس اي، امريكاني. دي كانت المفروض ده لون جراي، بس لاحظت ان هو داخل فيه كولر تاني او لون تاني اللي هو الازرق من النص كده، او هو جراي، يمكن جراي فاتح وجراي غامق. لسه ما جربتهاش على اللبس فمش عارفه يعني ما البسها. دي كانت بكام؟ ب79، يعني برضو ارخص من اللي انا جبتها من الموقع ده. فمعلومة يعني عشان لو حد محتاج يجيب عدسات على العيد او حاجة زي كده، او يغير اللوك بتاعه. بس هي الفرق ان دي اللي هي ال 125 كان معاها السولوشن بتاعها. ف طبعا السولوشن ده انا هستخدمه للعدسات بتاعتي كلها، يعني فهتفرق معايا ان انا مش هجيب سولوشن للاتنين التانيين. anyway خلينا نبدأ بقى الحاجات بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. هنخلي بتاع الاونلاين ده شوية عشان محتاج افتح وحاجات كده. فهنا ده الحاجات اللي انا جبته من ماكس اونلاين، كان ب12 درهم. وده المفروض بصي يعني هنا السعر بتاعه 25، فكان اونلاين في تخفيضات عليه. فدي اللي هو الابرن او الجلاليب بتاعة النوم للبنات. انا جبت اللي هو مقاس من 7 لـ 8 لبنتي الكبيرة نور، وكمان جبت لها اونلاين كمان فين الليجنز ده. مش عارفة انا الفترة اللي انا فيها دي دلوقتي بحب الالوان الاخضرات والحاجات اللي هي الاخضرات الفاتحة والحاجات دي. فدي عليها قلوب ليجنز، عليه قلوب لونه جراي وقلوب خضرة، تمام. جبت لها من الستور نفسه، جبت لها الست ده، دول بيجامتين مع بعض عليهم ارنوب كده تمام. اتنين دي بتتباع مع بعض، وثواني كده عشان انا الاسعار للاسف انا متدمره في الاسعار. السعر ده ب49 درهم للاتنين، فيعني يعتبر كل واحده حوالي 24 درهم ونص حاجه كده. وبعدين خلينا بقى برضو في نور، او اللي هي سن 7 سنين، من 7 لـ 8 جبت لها البيجاما دي. معظم الحاجات اللي انا جايباها دي بيجامات، انا وريتكم قبل كده الخروج دي البيجامات. دي كات
التيشيرت بتاعها كات وعليه فيونكة كده، وشكلها بنوتة واقفة على القمر سباركلي، شكله حلو قوي. وده كان سعره 29 درهم، والبنطلون بتاعها عليه قمر ونجوم وكده. دي اول قطعة. تاني قطعة او تاني بيجامة النور كانت اللي هي البيجامة دي اللي هي عليها القطط، بتقول are you kidding me like kidding me but ايه kitten cat are so in right meow. دي كانت ب29 درهم برضو، ومعاها البنطلون بتاعها على بينك وعليه وش قطط ومكتوب كات وفر وحاجات كده. تمام. تالت بيجامة، البيجامة دي ومكتوب عليها كيوت جيرل، هيلو كيوت جيرل، هيلو كيوت جيرل، ودي كانت برضو تقريبا 29. تمام. والبانس بتاع البنطلون بتاعها وردات كده حلو. تمام. رابع بيجاما دي هتشوفوها في التوينز كمان، مع لان انا في كل مرة كده لازم اجيب لهم حاجة، هم التلاتة يبقوا مع بعض شبه بعض. دي اسمها جيرل، ودي بقى شورت، يعني دي في الايام الحر تبقى حلوة هناك، والشورت معمول عليه قلوب ودي ب29 درهم، لا دي ب25 درهم، دي ارخص شوية. اوكي. هنشوف حاجات ولادي المرة دي. بس انا في بيجامة كنت جايبها سابرت عن المرة دي، فمش عارفة هعرف اجيبها لكم، بس اوكي هوريكم. بس ده الاول، ده لأحمد. احمد 14 سنة دلوقتي، عيد ميلاده يوم 5/6. تمام. هنا ده ب49، طبعا حاجته انا جايبه له من 15-16 مقاسات. وده البنطلون بتاعها عليه شامبيون وحاجات كده. تمام. ده الاحمد. وعندي كمان واحدة تانية، دي شورت برضو الايام الحر. طبعا انا بشتري عامة عادة لمصر، وبعد مصر بيرجعوا بيستخدموا نفس الحاجات دي. فطبعا هنا اصلا في الامارات هي الدنيا حر. strong and fast، ومعاها شورت اللون اللي بقول لكم عليه ده. تمام. وجبت له حاجه كده اللي هي الهيروز كاركتر، سبايدر مان بيتهيألي. ايوه سبايدر مان. تمام. وانا ما قلت لكم السعر التانية اللي هي بالشورت دي، اللي بالشورت دي سعرها 29، تعتبر بالنسبة للسن بتاعه حلو قوي السعر ده يعني. ودي سعرها 49. دي بنطلون سادة لونه كحلي كده معاها. تمام. التوينز بقى اهي، انا هوريكم واحدة وانتوا عارفين التانية متشابهة على طول. فدي عندي كده، my mom is one in a B line. وعليها اسمها ايه دي، دانتيل كده حلوة لطيفة، وبزرار من ورا. دي ب29 درهم. والبنطلون بيبي بلو وعليه وردات وزهور. تمام. الست التانية اللي هي زيها the same. اوكي. اللي انا قلت لكم هيبقى فيه شبهها عند التوينز اهي، زيها girl، والشورت بتاعها نفس الشورت، ودي ب25 سوري، برضو المرة اللي فاتت قلت لكم 29، ب25، لان انا صراحة في الاسعار والارقام مفيش. ودي الست التانية للتوينز التانية. اخر، لا قبل الاخير. اوكي. في بيجامة كمان
دي ب29 اهي، وعليها نحلات برضو تقريبا. هنا مكتوب tired little dream ولا trade tired. هنا دي ب29، واللي زيها برضو نفس الشكل ونفس اللون. تمام، اخر ست هم الاثنين دول. عليها كراون كده وعليها تاج ومكتوب عليها daddy's little girl، daddy's little girl. ومعاها بنطلون عليه وردات، لونه مش جري، مش جري ده بلو بيبي، مش بلو، مش بيبي بلو كمان، افتح درجة من درجات اللبني. بس ده الحاجات بتاعت الولاد. دلوقتي هفتح لكم الباكج دي، دي الباكج دي بتاعتي، حاجات ليا انا. اوكي فتحتها، نشوف هنا. ده تي شيرت لونه زي ما احنا شايفين ده كده، لون ايه المفروض؟ انا مش فاكره صراحه، لان انا من فتره طلبتها، عملت لها اوردر من فتره ولسه جايه دلوقتي. فاللون ده يعني جراي على بيج، يعني درجه كده فحلوقي تنفع مع كل حاجه. تمام، وده كان بكام؟ لا I have to check the bill بقى، عشان انا نسيان خالص. تي شيرت وومن جينز، لا سوفت شيل تراوزر، لا بلاوز، البلاوز ب24 درهم. وزي ما احنا شايفين الديزاين بتاعها اللي هي القبه المفتوحه دي. انا بلبس عاده دايما تحت هدومي بلبس حاجه هاي كول او هاف كول. تمام، وعندي جينز، لان انا الجينز بتاعي انا كل فترة بجيب نفس اللون ده، بيتدمر اللي عندي فبجيب غيره اونست يعني. اسمه جينز داينم بلو، ده ب35 درهم، وده نفس الشكل ده، يعني اللي هو مش الليجنز ده، بيبقى واسع شوية. تمام، وجبت ده كمان، ده قماش بكام؟ ده ب25. بس عايزين تشوفوا الحاجات دي ولا المفروض ما مش عارفه صراحه، المفروض افتحها بس هي باينه كده اكتر. يعني انا قررت ان انا افتح الحاجه قدامكم عشان تشوفوا الرياكشن بتاعي على الماتيريال. الماتيريال ستريتشي، يعني انا حاسه ان ده هيبقى كبير شويه، بس عاده لما بعمل تسوق اونلاين على الهدوم بالذات بحب اجيب مقاسات اكبر، لان احيانا بيبقى فيها اللي هي المواقع بتاعت الصيني دي، فبتبقى يعني احجام كده صغنططه. فده المقاس ده بيتهيالي هيبقى كبير، بس انا شايفه الماتيريال نفسها حلوه. اللون ده جراي غامق، في هنا زي قصه كده عند الركبه. تمام، حلو. الجينز بيتهيالي هيبقى نفس المقاس، لان انا جبت نفس المقاس، بس مش عارفه هيبقى كبير ولا لا. عادة اما الحاجة تبقى تتجاب كبيرة كده ممكن تتضيق، لكن لما تبقى صغيرة بتخشي بقى في مرحلة ريتيرنز وحاجات كده، فمش بحب الحاجات دي يعني. اوكي تمام. اوف كبير برضو. كبير، كبير جدا، كبير جدا. يا جماعة أنا ما علينا. اوكي هو كبير بس انا هصغره، يعني هضيقه. تمام، لا بجد كبير.
انا اتفاجئت، بس هو لونه حلو و انا بحب اللون ده اصلا، اللون الغامق ده. ادي الفلوزة التي شيرت ده حلو قوي، الملمس بتاعه ناعم قوي قوي قوي، يعني حلو في الحر، جميل صراحة، حلو قوي قوي، وهينفع على على جيب، على بنطلون كده وفوقي كارديجان مفتوحة، حاجة زي كده. وده كان المشتريات، الفيديو بتاع المشتريات بتاعتي، يا رب يعجبكم، ولو عجبكم اعملوا لي سوري، اعملوا لي لايك، وهنشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. باي باي.